بالمناسبة بقى المشهد ده عاش معايا امبارح ازاي؟ هو الناس مستكترة علينا نحدد علاقتنا بنادينا. كل اللي كنت بفكر فيه كده يا جماعة، احنا لا، احنا بنتواضع امام هذا النادي العظيم. احنا كلنا الناس دي ما كانتش تنجح الا لو حست ان النادي الاهلي ده فوقها فعلا وفوقنا كلنا. احنا بنتواضع امامه نقول له الاهلي فوق جميعنا. محرم، انت فاكر الشعار طلع امتى وطلع ازاي ايام اللي طب ما تحكوا لنا القصه دي. انما عايز اقول دي احنا بنقول الاهلي فوقنا ومصر فوق الجميع. طبعا الاهلي فوق جميع ابنائه ومصر فوق الجميع. هو ده الكلام الناس لازم تستوعبه. اللي عايز يشوه واللي عايز ياخدنا في سكك تانيه لن ينجح. لان الشغف ايه ده؟ الصورة دي نقلت نقلة سريعة. لا مش سريعة ولا حاجة، دي نقلة كده في الـ في جوهانسبرج واحنا بنتكلم. اما كنت مرافق لكابتن صالح الاهلي وكريمة منه كنت وقتها لسه في نادي الجزيرة. وفوجئت بيه بيقول لي عادلي انا طالع استلم جائزة القرن وعادك معايا. اوكي. كان في حاجات محددة مطلوبة تتعمل وطلعنا، وكان ليا الشرف ان انا احظى بهذه اللحظة بتتكرر كل 100 سنة على رأي الكابتن صالح. عقبال ما نيجي بعد 100 سنة ونستلم الجائزة دي تاني.